كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس مجلس نواب الشعب، السادة الرؤساء ورؤساء الحكومات ورؤساء المجالس السابقة، السادة الوزراء، السادة النواب، السادة رؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية، الضيوف الكرام، نعيش لحظة حضارية، لحظة التداول على السلطة. نعيش اللحظة بمشاعر متداخلة، فيها الرضا وفيها القلق وفيها الأمل وفيها أيضا الألم. الألم لما آلت إليه الأمور في وطننا العزيز. أسلم اليوم المشعل لمن ناله شرف تحمل هذه المسؤولية واستعد لأعبائها، وأتمنى له السيد هشام المشيشي وكامل فريقه الحكومي التوفيق والنجاح. هناك زمن للعمل وزمن للتقييم، وليس هذا الفضاء الأنسب للتقييم، ولكن لا بأس من التفكير بالجهد لكامل فريقي الحكومي اللي نحب نحييهم وأشكرهم، ومن خلالهم أيضا مؤسسات الدولة وهياكلها وإطاراتها وأعوانها التي ساهمت في إنجاز الكثير خلال الفترة الوجيزة التي قضيتها على رأس الحكومة التونسية. الحكومة عدت 3 أشهر تجابه في جائحة صحية تحولت إلى تحدي عالمي وخطير، نجحنا في السيطرة عليه وهو في أوجه، والخروج منه بأخف الأضرار بفضل العمل والاستباقية والتعبئة العامة في مناخ من الثقة بين الدولة ومواطنيها غير مسبوق ولم نره منذ كثير، وكم نحن في حاجة إليه لمواصلة البناء. مباشرة بعد السيطرة على الوباء انطلقنا في منتصف شهر ماي في وضع خطة اقتصادية اجتماعية للإنقاذ وقانون مالية لتنشيط الاقتصاد وفتح الملفات العالقة وذات الأولوية بنفس الروح ونفس الإرادة ونفس الجرأة ونفس الثقة في النفس. ولكن وللأسف وقت اللي احنا كنا منكبين على وضع هذه الخطة لإنقاذ البلاد بالإرادة الصادقة والعزيمة الفولادية، فما شكون كانوا منكبين على إسقاط الحكومة والتشويه والتهديم وضرب العزاء، وبالنتيجة نشكو في إسقاط الحكومة وفشلنا احنا في الانطلاق في الإنقاذ، وخسرنا مرة أخرى لحظة تاريخية كانت فيها النخوة والاعتزاز والثقة في النفس والثقة بين المواطنين والدولة. كنا نجم ننجو بها التغيير المنشود ونقطع بها أشواط على درب الإصلاح كما عملنا وكما أنتجنا في فترة الكورونا بالعديد من المراسيم والأوامر والتطبيقات، واللي مشينا بها شوط خلنا أنه ما نجموش نعملوها في 10 سنين عملناها في بعض الأشهر. طاحت البلاد مجدداً في دوامة عدم الاستقرار، ورجعنا للتجاذبات السياسية وقت اللي بلادنا تعيش في لحظة زمنية مثقلة بهموم صحية اقتصادية واجتماعية وأمنية. بعد هالتجربة القصيرة حصلت عندي قناعة أنه لا يمكن حل مشاكل الاقتصاد والنمو والفقر والبطالة
والتفاوت الجهوي والتهميش طالما لم نرشد الحياة السياسية ونعمل على أخلاقتها ونحميها من المال الفاسد ويتحمل الجميع المسؤولية. تونس اليوم في قلب العاصفة في معركة مصيرية وحيوية، وين الدولة متاعنا مستهدفة والسلم الأهلي مستهدف وتطلعات وأحلام الشباب مستهدفة أيضا. تونس اليوم في عز فظيع من فقدان الثقة وفي وضعية تعاظم الأحباط وفقدان الأمل. تونس اليوم تصارع من أجل سيادتها، تقاوم لتثبيت دعائم اقتصادها وأبعاده من حافة الهاوية وتخليصه من الريع ومن المتمكنين. تونس اليوم تشقى للحصول على التمويل الضروري والحيوي وتخجل من تقييمها السيادي. تونس تتخبط في مساعيها للاستجابة لاحتياجات مواطنيها وخاصة منهم الشباب وضعاف الحال. تونس اليوم تتعثر في تثبيت استقرارها. تونس تهددها الفئوية كوربوراتيزم والنزعة نحو ترجيح المصالح الضيقة شخصية وفئوية وجهوية. تونس اليوم ينخر جسمها فساد استشرع وانتجز في السياسة وأصبح يقال فيه دولة الفساد باقية وتتجرأ وتتحدى وتتمدد. المرعب في المشهد هذايا أن المال ودوائر النفوذ المالية استثمرت في المؤسسات الديمقراطية الهشة من البرلمان والإعلام والهيئات المستقلة والإدارة والأحزاب والجمعيات وكل ما فشوهوها ولوثوها وحولوا وجهتها وحولوا الحلم الديمقراطية وأصبح يمثل خطر حقيقي على الدولة ومكتسباتها. المرعب أكثر في المشهد النفوذ، مشهد النفوذ المستراح تداخل أطراف خارجية وقدرتها على تحريك الوضع الداخلي من خلال أدوات وعناصر تابعة لها. إن لم نفعل شيء وتغاضينا على هذا الوضع ستضعف دواعي الانتماء للدولة، سيتزايد التفكك ويتواصل الانهيار، سيصعب العيش المشترك، ستتشكل بيئة مفجرة للعنف ولنزعة التمرد. الواجب والمسؤولية والحرص على سلامة الوطن يدفعني أن أنبه وأن أطلق من هذا المنبر نداء لإيقاف هذا الانهيار قبل فوات الأوان. الحرب اليوم على الكفاءات الوطنية على أشدها، وانسحاب رجال ونساء تونس الأكفاء الوطنيين الغيورين من معركة المواجهة مع قوى التهديم والتدمير سيؤدي بنا حتما إذا ما يرجعناش شاهد العقل إلى نادي الدول الفاشلة وهي كثيرة. الوطن بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين، ولقد حان الوقت للتحرك القوى الوطنية لتستعيد الوطن من براثين الجشعين العابثين. الصمت اليوم غير مقبول. تونس اليوم في أشد الحاجة لأدوار المسؤولية، ليس فقط على مستوى الحكومة ورئاسة الحكومة والوزراء والإدارات، ولكن أيضا وخاصة لأدوار المسؤولية على كل المستويات، على مستوى الخطوط الأيمنية لكل الأسلاك ولكور مركزيا وجهويا ومحليا. علينا استنهاض همم الجميع، وقدر أنه مازال هناك مخزون احتياطي من الأمل في نفوس القوى الحية بالبلاد على تنوعها وتعددها. يجب أن لا نفرط في هذا المخزون ولا نهدر. وبالنسبة لي
وكيف ما قلت في البرلمان نهار التزكية تاع حكومة 26 فيفي الماضي أحسن في الشعب التونسي قدرته على الصمود وقدرته باش يقوم بعد ما يتيح وباش يصلح من بعد ما يغلب. وهذاك علاش نأمن اللي بلادنا قادرة أنها تصنع الجديد. وبالرغم من كل الصعوبات وبالرغم من التشويه والمغالطات اللي طالتني أنا شخصيا واللي حالما أنزع جبهة الدولة اللي كنت حاملها سأجيب عليها بالتفصيل. أنا متأكد اللي التوانسة الكل باش يجي نهار ويقفوا على زيفها وكذبها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجلالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. رغم كل هذا أنا فخور ومعتز أني ترأست حكومة الوضوح وإعادة وبناء الثقة، وخدمت أنا والفريق متاعي وحطينا كل جهدنا في مصلحة تونس ومصلحة التوانسة بل كل شيء. وما فما حتى حاجة أرقى من أنك تخدم بلادك وتخدم وطنك وتساهم في رطيه وفي مناعه. وما عندي حتى شك أن الفريق الحكومي القادم بقيادة سي هشام المشيشي اللي كان معانا في الفريق اللي خدمنا في الفترة السابقة باش يكون بنفس الفكر وبنفس الروح. في الجيش الياباني عندهم مبدأ يقول: الواجب أثقل من الجبال والموت أخف من الريش. احنا حملنا الأمانة والمسؤولية واليوم احنا باش نرتاحوا، وانتم سي هشام وفريق باش تواصلوا تحملوها بثقلها وبصعوباتها، ورب إن شاء الله يوفقكم لما فيه خير تونس وازدهارها. وفي الأخير قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. المجد للشهداء، العزة لتونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.